قلب سرزه وسرزه ما يعلم وما ندير. هكذا حدثنا هردبشت حبيبنا السوري. كمان ولن ينتهي الحديث عن حبيبنا السوري بين ليلة وضحاها، فصديقي الذي قرأتم عنه البارحة شخص من النخبة، ليس شخصا عاديا، إنه متعلم جيدا ومجتهد وفنان موهوب، ولكن مشكلته هي أنه سوري، ومن هنا تبدأ كل المشاكل. فحبيبنا وعلى الرغم من كل مزاياه يمكنه أن يقضي عليك بسبب حيازته لميزة واحدة، هي أنه سوري. فإليكم حبيبنا السوري الثاني اللي اسمه صالح المرة، وهذا صالح إذا بتشوفه يا حبيب بتقول عنه ملائكة، وإذا بتأكد بشكله أو بستايله بتقول عنه مربى وابن تعليم وتحصيل وثقافة. لكن كيف تعرفت عليه؟ هون السؤال. كنت يا حبيب بالشام قاعد بأروما كافي، ولا وعم اسمع لك صوت رفيق أحمد هو عم ناديني باسمي الأول، اللهم اجعله الأخير، لقمان لقمان. فانتبهت وقلت له إنه أهلين أبو أحمد الغالي، ورفعت فنجان القهوة بالعلا نخبا لتواجده. ثم فجأة قفز أحمد وطلب مني القدوم إليه، شحطني من كم جاكيتي الجينز المرحوم وأخذني إلى طاولته. أتزرت من جلسائي ومضيت معه، وإذ بشاب محترم ومبين عليه الأول على المدرسة كان أيام زمان، والأول على الجامعة كمان وكمان، إضافة إلى خديه الورديين اللذين يوحيان لك بالثقافة المحترمة والنعمة اللطيفة. وقال لي أنه عرف من أحمد بعد مناداته لي أنني لقمان ديركي، اكتشف ذلك باستنتاجه وذكائه على اعتبار أنه ثلاث أرباع البلد اسمه لقمان. وقال لي يا حبيب أنه في إلي دعوة بالبريتش كونسل بعيد عنكم وعن حبايبكم أجمعين كل أنواع السرطانات، وذلك من اتحاد الكتاب العالميين في بريطانيا. قال مشان نروح الله يعزكم شارك بمشروع ثقافي اسمه الكتابة على الجدار. قلنا له ايه والله الله يعطيك العافية وكتر خيرك انك بلغتنا، بس شو القصة يا حبيب؟ فقال انه صاحب الدعوة من اتحاد الكتاب العالميين ارسل الى اتحاد الكتاب العرب في سوريا طالبا منهم ان يوصلوه بي، وعلى اعتبار انه اللي ما بيعرفني بيجهلني، فان اتحاد الكتاب العرب اللي فيه 3000 كاتب سري اسمه الموحد رأفة الهجان وما حدا بيعرف انهم كتاب لم يعرفوني، وهذه ميزة طبعا. لكن الميزة الأحلى أنهم أرسلوا للمضيف اسما لعشرين كاتبا اللهم اجعلهم كتاب، وقالوا له أن يختار من هؤلاء على المكسر يا بطيخ لتحقيق العدالة الأدبية عوضا عني، ذلك أنهم لا يعرفونني ولم يسمعوا باسمي من قبل ولست عضوا في اتحادهم. ولكن المضيف البريطاني ما رد عليهم واستعان بالبريتش كونسل اللي بالشام وأرسل لهم اسمي كي يبحثوا عني، ووصلت المهمة لحبيبنا السوري صالح، وما كذب صالح خبر، فلم يكلف نفسه عناء البحث عني، مع أن مهمته ذلك أنه بعد ثلاث شهور ذلك لأنه بعد ثلاث شهور شافني بتلك الصدفة القدرية. وطبعا ما رحنا للندن لأنه الدعوة وصلتني قبل المهرجان بثلاث أيام، ونسيت بعد ذلك مشروع الكتاب على الجدار، ونسيت اتحاد الكتاب، ولكنني لم أستطع نسيان حبيبنا السوري الذي تهلل فرحا عندما رآني ولو بعد ثلاث شهور من موعد كان عليه الوصول إليه. إنه حبيبنا ليس لا مباليا فقط، بل وإنه بلا مبالاته هذه أستاذ، وأيما أستاذ، إنه حتى لا يدرك وين المشكلة ولا وين التقصير، إنه من جماعة ولو كل شيء الحصير بيصير، فبلالك يا لقمان الاستغراب. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.